بمشروع فرسان الضغط مع الأخ محمد بدرني أستاذ محمد بدرني مع مكتبة البقعة أستاذ يوسف مرزوق والأخ صوب مكتبة الإعدادية الثانوية وبالتعاون ودعم لجنة أولياء أمور الطلاب الأخ كمالي مهنا وقسم المعارف في المجلس المحلي وتشجيعا من الأهالي مع تعاون مع مبادرة من معلمات المدرسة اللغة العربية والمعلمين جميعا في هذا المشروع القيم لفرسان الضغط للكتابة الإبداعية وفي مرات الواحد بنسمع كثير وبنبسط إنه قبل مدة قصيرة في منشور مدير العام لوزارة المعارف كان تحت عنوان إعطاء منصة لكل طالب وإعطاء منصة لكل طالب هي عبارة عن إعطاء المجال وفسح المجال أمام كل طالب بأن يعبر عن نفسه ويعبر شفهيا وكتابيا فكنا إحنا سباقين المدرسة عندنا سباقة بهذا الموضوع من سنوات في الماضي طلعنا من مجلات صغيرة لطلابنا وفي السنة الماضية كان لنا برنامج ناجح جدا وفي السنة كمان نجح مع الإدارة مع إرشاد أستاذ محمد بدرني ومجلة الحياة الأطفال وبالفعل عندنا قدرات من طلابنا الأعزاء الأحباء اللي عندهم قدرات كبيرة جدا في الكتابة اللي كتبوها وقدموها هذا أخص بالذكر إنه عندنا طلاب في السنة كمان أنا من العمدنا في مشروع بالتعاون مع مدارس عربية ويهودية عن التعايش والتعرف على الآخر فكان أن الطلاب كتبوا بالنسبة إلى التعايش في اللغات العربية والإنجليزية والإبرانية وكان نشروا وبثوا كمان كتابات طلابنا مما الطالب نريد مهنة والطالب كريم مقبول والطالب تامة الخير اللي وصلوا لدرجة ونشروها عالميا مع دول أيضا غير الدولة عندنا خارج الدولة. أنا بعرف البرنامج مليح لأنه منتشر طلع البرنامج المعلم الفضيل بتكمل عني ولكن واللي تابع المشروع هذا وشكرا لكم لجنة أولياء أمور الطلاب الأهالي المدرسة المعلمين المعلمات والسلطة المحلية أهلا وسهلا بكم ومطلب الأخ يوسف مرزوق مدير مكتبة البقيعة تفضل.